هيالا عملت لي ايه في موضوع الكلاب ده؟ خلاص يا كل حاجه تمام والرجاله كلها انتشرت في البلد. خلاص تمام كويس، بس انا عايزك تكون نبهت عليهم ما يسيبوش كلب واحد في البلد غير لما يجيبوه، فاهم؟ عيب عليك انت مش هتوصيني. بقول لك يا صاحبي، ماليش حد ما بيبيع كلاب بلدي. عندي ان شاء الله جميع انواع الكلاب البلدي وكل الاحجام كمان. ممكن اشتري منك كلب بس يكون بلدي اصله. عيب عليك، انت كده بتهرب في الفاضي وكده انت ما تعرفش لوق. انا ما اشتغلتش غير في الكلاب البلدي، ما بحبش انا اشتغل في الكلام الفاضي التاني ده. طب امال فين بقى الكلاب البلدي اللي عندك؟ لسه بدور انا والرجاله عشان نجيب جميع الكلاب البلدي اللي في البلد، صح يا ابني؟ صح يا لوق، مش هنسيب كلب غير لما نجيب. يعني ايه مش عندك دلوقتي؟ لا مش عندي دلوقتي، بس هيبقى عندي بعد كده. طب لما يكون عندك بقى ابقى اجي لك. غور يلا. طب والله لو جيت لي ساعتها ما هديك، عشان انا ما بحبش اتعامل مع الزبائن اللي زيك، الناس اللي توجع القلب دي. يلا بقى روح هات الكلب ده. يلا روح هات الكلب ده، انت مستني ايه؟ ها هجيبه؟ ايوه طبعا هات. ها استلوه، احنا جمعنا شويه كلاب حلوين اهو. طب كويس قوي. يلا هقول لك ايه، عايزك تلف بقى على الرجاله كلها وتعرفهم ان مجد اللي الكلاب البلدي اللي ابتداء بتاعه هيكون النهارده. بسم الله يا بتاع، هنبيع الكلب البلدي ب 200 جنيه، هنبيع الكلب البلدي ب 200 جنيه. قرب 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 قرب، الكلب البلدي عندنا ب 200 جنيه وبارخص اسعار يا بلاش يا بلاش. قرب قرب قرب، عندنا الكلب البلدي ب 200 جنيه بس، 200 جنيه بس. بقول لك يا اخويا، قسم بالله لسه فتح عربيه كبده النهارده وعايزك تقف معايا، اعتبرني يا اخوك، وده جميل قسما بالله ما هنساهولك طول حياتي. بس معلش ابدا بس معانا، ناخد بس اول خطوه كده مع بعضينا، وزي ما قلت لك جميل مش هنسالك وخلولك فوق راسي. انا مش فاهم برضه انت عايز ايه، يعني عايز فلوس؟ لا مش عايز فلوس، انا عايز كلب. هتوقفوا حراسه يعني على عربيه الكبده بتاعتك يعني وكده؟ لا يا جدع، انا هذبحه وابيع الكبده بتاعته. ايه ده، الله يخرب بيتك، هتذبح الكلب وتبيع الكبده بتاعته وتجيب كبده الكلاب؟ لا طبعا كده غلط. ما انا عارف، بس معلش يعني لسه الحاله الماديه في الاول كده مقصره معايا، بس بعد كده ان شاء الله اوعدك مش هعمل كده تاني، واوعدك كمان ان اول واحد يلزم من الكبده دي هيكون انت. نعم؟ لا يا حبيبي، الله الغني، مش عايز الكبده بتاعتك، اتكل على الله. قول لي بقى هتاخد انهي كلب من دول؟ انا هاخد المقلبص الحلو ده، هيقطع معايا شويه لحمه حلوين. يا بيكس، عايز الكلب المقلبص عشان يبقى فيه كبده كتير وتكسب كتير. ما يغلاس عليك يا عم، خد على البركه اتفضل. يا عم تسلم والله، هات تعالى يا مقلبص انت. حلو ده حلو ده، يلا صلوا عليكم السلام. الله يعين الناس اللي هتاكل من كبده الكلاب ده، والله العظيم انا بصفق عليهم. حبيب قلبي يلا بسرعه، بلا ما اشارك الفيديو عايزين مستنى ايه؟ يلا بسرعه انزل اعمل لايك الفيديو، ولو مش مشترك في القناه اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان اي فيديو نزله ما تكونش عارفين. يلا بسرعه عايزين مستنى ايه؟ انزل اعمل لايك واشترك في القناه. حبيب قلبي نور يا باشا. بقول لك يا لؤى، ما عندكش كلب صغير لابني؟ قلت لها طبعا يا باشا، عندنا كل الكلاب وكل المقاسات اهو. بص شوف الكلب ده لسه صغنون، ينفع لابنك، خد اهو. ايه الحلاوه دي يا لؤى؟ بكام الكلب ده على كده يا لؤى؟ ده يا حاج عشان خاطرك انت بس، وعشان خاطر ابنك العسول ده، والاسعار دي وقسما بالله مضلها لحد خالص، عشان كده هحسبك الكلب ده ب 35 جنيه، اتفضل. ايه ده؟ لا طبعا يا حاج ما ينفعش 35 جنيه، الكلب ده كده هيخسر عليا قسما بالله. يلا بقى يا لؤي معلش، انت عايز في كلب تاني، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جماعه بعد اذنكم، اللي يجي يشتري كلب مني بعد كده يشتري بما يرضي الله، عشان احنا مش هنشتغل في الخساره. مش عارف ايه ده؟ هيشتري باسعار حلوه. حلوه بس يا ابني، دي مش هيشتري بمصر، ده هيشتري بدولار. دولار؟ حبيب قلبي اعشق الاخضر، هتقولي هو فين؟ اهو. زعامه ما هاب الموت، زعامه ضاعت بي وافوت، زعامه كسر عين الكل، انا هو. مرحب مرحب بالاخضر. قول لي بقى يا باشا، الكلب اللي انت عايزه، عايز كلب بلدي عادي ولا عايز كلب ولف ولا عايز كلب بلدي بس؟ لا لا لا، انا مش عايز مسميات، انا عايز كلب بلدي عادي او اقل من عادي كمان، المهم ان هو يكون كلب بلدي تحت السكه. يبقى مفيش غير عنتر، هو ده اللي هيمشي معاك. كويس، كام بقى سعر عنتر؟ انت عايز تدفع كام في عنتر؟ يعني مثلا انا ممكن ادفع لك ماكسيمم 100 دولار. ولا بقول لك ايه، هي ال 100 دولار دي تعمل كام بالمصري؟ هيعملوا 4800 جنيه. بجد؟
حلو قوي ده. بقولك يا باشا، احنا موافقين على عنتر بال $100. فك على وخد على البركه. يلا ماشي اتفضل. $100 اهي، وهات الكلب عنتر. ايوه الله اختار. اتفضل يا باشا، احلى كلب اهو. اتفضل ماشي. يلا يا عنتر، يلا يا عنتر. يا رب كل الزمان تكون زي الراجل بتاع الاخضر ده. يا رب كل الزمان تكون زي كده. ايه الحلاوه دي؟ ابعت يا رب. يا اسطى الصراحه الكبده بتاعتك دي حلوه قوي. الصراحه يا اصحاب غير ان الكبده بتاعتي حلوه قوي. بقولك يا صاحبي سؤال بس، لو ارخم عليك، هي منين الكبده دي؟ الصراحه عشان ما اكدبش عليكم ومحبش اللف والدوران، دي عقول جايالي من الهند. وزي ما انتم عارفين الهند بتهتم بحاجات زي كده ازاي، وبالذات البهايم. عشان كده استنضفت ورحت جبت عجول من الهند وعملت الكبده بتاعتها، عشان كده طالعه حلوه بالطريقه دي. لا بصراحه كبده نظيفه وحلوه قوي، وانت احلى حاجه فيك ان انت مستنضف وجايب من بره مش جايب من هنا زي الناس التانيه اللي بتقعد تعك في الكبده والكلام ده. يا عم الحمد لله، الاكل بالذات الواحد لازم ان يراعي ضميره فيها. احنا مش بنستهون بحاجه زي كده، الاكل بالذات البني ادم اللي بياكله، يعني مش حمار اللي بياكله. عشان كده الواحد لازم يستنضف ولازم يجيب حاجات نظيفه للزباين. انا الصراحه اول مره حد بتاع كبده عنده ضمير بالطريقه دي. لا وكمان ايه يا ابو الصحاب، اول مره اكل كبده حلوه بالطريقه دي. بسم الله ما شاء الله الكبده حلوه قوي. طب على كده بقى يا صاحبي، سندوتش الكبده ده بتبيعه بكام؟ السندوتش بجنيه ونص. نعم سندوتش بجنيه ونص، يعني الكبده حلوه ورخيصه كمان. يا اخي انت ربنا يبارك لك فيكم وفي كبدتك. بقول لك ايه، اعمل لنا 10 سندوتشات كمان من عينيا الاثنين. 10 سندوتشات كبده يا ابني للبهايم اللي هنا، قصدي للبهوات اللي هنا. يلا قرب 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 قرب. عندنا كلاب البلد بارخص اسعار، عندنا كلاب البلد بارخص اسعار. شوف واتفرج، كلاب البلد بارخص اسعار. قرب 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 قرب، كلاب بارخص اسعار. قرب قرب قرب، شوف واتفرج. الله اسعار الكلب البلدي عندنا، الله اسعار الكلب البلدي عندنا. الو يا ابني استلوقه، في كلب بلدي شرس قدامي اهو، مفيش وجبولك؟ عب يابا انت مستني ايه؟ هات اللي عندك كله وتعالى لي. يلا ماشي ثانيه هيكون عندك. يلا قرب 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 قرب. الكلب البري والكلب الولف والكلب البلدي العادي بارخص اسعار. الكلب البلدي والكلب الولف عندنا بارخص اسعار. شوف واتفرج، شوف واتفرج، بارخص اسعار الكلب البلدي، بارخص اسعار الكلب البلدي. قرب قرب قرب. الكلب البري ب200 جنيه، والكلب الولف ب300 جنيه. الكلب البلدي ب200 جنيه، والكلب الولف ب300 جنيه. قرب قرب. ولا لقى ولا عندك هلا كلاب صغيره الواد ابني ده. تلاقي طبعا عندنا كل الكلاب اهو. اتفضل حبيبي يا لقى، هات جاي. شوف يا معلم عمر الكلب اهو. كام يا عم لوقا الكلب ده حسابه كام؟ بص عشان خاطرك انت وعشان خاطر ابنك العسل ده، والكلام ده ما بيتحسبش لاي حد ومش بحسبه لاي حد، هحسب لك الكلب ده ب 25 جنيه اتفضل. ايه 25 جنيه؟ لا طبعا ما فيش الكلام ده، ما فيش اسعار كلاب اليمن ده ب 25 جنيه، ما فيش الكلام ده اصلا، ما ينفعش. خلاص بقى يا لوقا هبعوض لك في كلب ثاني اكبر منه ان شاء الله. يلا سلام. امسك يا عمر. يا رب انت على الناس دي، الناس اللي تقرف ديت. مش عارف احنا هنشتغل مخصصين الناس دي ولا ايه؟ مش عارف والله. لا 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 لا، انا عمري ما اكلت كبده بالشكل ده. ايه الحلاوه دي؟ تسلم ايدك يا شيخ. ربنا يخليك يا حاج، والله الواحد على قد ما يقدر يستنضف في الكبده بيستنضف. عشان كده والله الكبده خلصت، فاستاذن بقى حضرتك يا حاج، هتقف جنب عربيه الكبده بتاعتي عقبال ما اروح اجيب كبده واجي. ماشي يا واد، روح ما تشغلش بالك، عربيه الكبده دي اعتبرها بتاعتي، وروح ما تشغلش بالك وخليك واثق فيا، اتكل على الله. يلا ماشي يا حاج، ربنا يخليك. تشكر. السلام عليكم. منورين يا رجاله. لا والله العظيم انتم منورين، وشكم زي العسل. انتم من ساعه ما جيتوا هنا مفيش ولا زبون عايز يجي يشتري مني كلب واحد. منورين وشكم زي العسل، الله اكبر. مين بس اللي قال كده يا لو؟ انا جاي اشتري منك كلبين مش كلب واحد. ايه ده المعلم بصله بتاع الكبده؟ ايه يا معلم، ايه اللي جابك هنا؟ هتعمل ايه؟ ده جاي يشتري مني كلب بلدي، اصل هو متعود يجي يشتري مني كلاب، يروح يتبعها عنده عربية كبده واقفه على الطريق، بياخد مني الكلاب البلدي ويتبعها ويبيع الكبده بتاعته للناس اللي هي مغفله يعني وكده، بيبيع لهم كبده الكلاب. لا لا نعم، يعني الكبده ابو الصحاب اللي احنا قعدنا ناكل فيها دي كلها كانت كبده الكلاب.
راخصه ليه؟ طلعت كبده كلب. الله يخرب بيتك الو، الله يخرب بيتك يا عمو. انا مالي انا بالحوار ده. ايه ده؟ يا ساتر يا رب، هو في ايه؟ اثبت مكانك يا حافظ. طب اطلبوا القبض عليك بتهمه ان انت بتبيع كبده كلاب على العربيه دي. لا يا باشا، انت فاهمين غلط في سوء تفاهم. عربيه الكبده دي مش بتاعتي. خلاص الانكار مش هيفيدك، انت متلبس يا بيه. امين محمد، امين سيد، اقبض عليه. يلا يقبض على مين يا عم انت؟ وانا مالي؟ انت بتلبس هدوم مش تهمني.